بتصميم فريد استلهم من المحيط الخلاب لوادي حنيفة، عاكساً تضاريسه الطبيعية بأسلوب معماري فاتن. تم تصميم فندق ماريوت حي السفارات وماريوت للأجنحة الفندقية في مدينة الرياض ليكون في مصاف الفنادق ذات الخمسة نجوم، ولحرص شركة دور للضيافة على الاستثمار بالمشاريع المستدامة، فقد تم اعتماد تصميم المشروع بحسب متطلبات شهادة الليد الذهبية. ويضم المشروع فندقاً بثمانين غرفة ومائة وأربعين شقة فندقية ومطاعم فاخرة وصالات اجتماعات ومركزاً لرجال الأعمال، لتغطي مساحة المشروع 25,000 متراً مربعاً ليكون واحة من الجمال والخضرة. كما يتميز المشروع بموقعه داخل حي السفارات الأكثر جاذبية في مدينة الرياض. كما يعد ماريوت للأجنحة الفندقية مسكناً فاخراً للباحثين عن الإقامة الطويلة داخل الحي، حيث تتوفر كافة مميزات الرفاهية والخصوصية. إن مشروع فندق ماريوت وماريوت للأجنحة الفندقية سيكون إضافة نوعية لفنادق العاصمة ووجهة مثلى لرجال الأعمال وقاصدي التميز.